هلا هون نحن على الجبهة الأمامية لمشفى الكندي، محاصر هو من 4 جناب. امبارح اجت الطيارة وحاول تطب لهم أكل، الحمد لله رب العالمين، كله برات الشباب جبناه. انطعن معي شب وإصابته خفيفة الحمد لله رب العالمين، وما وصلوا شيء أبدا نهائي. إغلاق محكم نهائي، ما لهم ولا منفذ من هون، من الجنوب ومن الشمال ومن الشرق ومن الغرب، كله سوار ومرابط رباط شديد، وعم يحاولوا انه ينشقوا عساكر ينشقوا عساكر. ومبارح الحمد لله رب العالمين قدرنا انه نقتل 6 منهم، كانوا ضربناهم حشوه قذيفه افراد، واجت الحمد لله الهدف نظامي. كم عسكري بتعتقد انهم موجودين داخل المشفى؟ هلا هني اول من فتره شي شهرين كانوا تقريبا شي 120 عسكري بين شبيحه وجنود وضباط وصف ضباط. تم انشأوا عساكر، شي 7 عساكر. سألناهم قالوا بعد العملية الاستشهادية ب80، ومبارح 6 وقبلها في 4، تقريبا هلا في شي 60 70 عسكري. 60 70 عسكري، يعني ان شاء الله يعني كمعنويات الشباب معنويات الشباب الحمد لله الهمة عالية الحمد لله قوية، بس نحن عم نستنى انه اذا مثلا بيطلعوا لحالهم بيكون ازبط لهم واضبط لنا، بس نحن الحمد لله رب العالمين يعني ان شاء الله في اسبوع في ظرف اسبوع. ما هلا هني ما لهم ميثاق بالكلام، يعني كلامهم ما عليه ميثاق، نحن كلامنا الحمد لله رب العالمين مسؤولين عنه، بس هني بيفاوضوا على اساس بدنا نسلم وكذا، بيطلعوا عم يكذبوا عم يماطلوا يعني. طيب انا بطلب انه هاي مشفى الكندي قدمنا فيه صار شيء 57 شهيد بالاقتحامات الاخيره، يعني هو قلعه محصنه ونحن سبق وحررناه قبل هالمره مع لواء التوحيد. بطلب انه يدعمونا بشوي بسلاح متوسط نوعي، يعني ما انه ثقيل نوعي، وكميه ذخيره، وباذن الله راح يكون المشفى بين ايدينا. وشكرا لكم، انا بشكركم، اهلا وسهلا فيكم.